وطن منحازون للحقيقة. الأماكن المقدسات الإسلامية والمسيحية شعار من قديم الزمان، من عهد زمان الدولة العثمانية، معافاة من الرسوم الإدارية والمالية. لذلك أرى بتصرف إسرائيل هو تصرف صهيوني غاشم على هذه المقدسات، ويعني للجميع هو السيطرة الكاملة لبناء هيكلهم الثاني. ولكن الطريق المتاح حاليا هو إعلاء صوت المقاومة بخلال الكلمة. فالمقدسات هي أماكن حساسة جدا وتثير شجية المواطن المسيحي والمسلم. حقيقة أنه منذ أن احتلت القدس في العام 67 إسرائيل تفرض عليها قوانين وأنظمة غير شرعية وغير قانونية يرفضها القانون الدولي، وللأسف هي مقدمة على هذه القوانين ولن تجد الرادع لها من قبل العالم كله في بالقوانين، وتعتبر نفسها فوق القانون. فما تقدم عليه من فرض قوانين، وكان في آخرها قانون فرض الضرائب على الأماكن المقدسة وبعض مؤسسات هيئة الأمم المتحدة كذلك، وهذا خرق صارخ للقانون، لن تجد أي رادع. فوقوف الشعب الفلسطيني في القدس مسلمي ومسيحيه معا، ووقوفهم وقفة صامدة قوية كما حصل بالاعتصام في باب الأصباط قبل أشهر، وكما حصل في كنيسة القيامة، هو رسالة للعالم كله بأن نحن نرفض هذه القوانين الجائرة، وعليكم أنتم في العالم أن تضغطوا على إسرائيل لعدم فرض أي قوانين غير قانونية وغير عادلة لحين التوصل إلى الحل الدائم الذي يتسعى إليه القيادة الفلسطينية ويسعى لها لحل عادل وشامل في المنطقة. وأما بخصوص الضغط الشعبي، هو أكيد الرسالة التي أوصلها المجتمع الفلسطيني بمسلميه ومسيحيه إلى العالم جعلت القيادة الإسرائيلية تتراجع، والبعض يقول أنه تراجع والبعض أن يقول أنه تكتيك، لكن هي جمدت ولم تلغي. فالمطلوب إلغاء كل القوانين الجائرة حتى لا تكون تكتيك لعمل مستقبلي. باعتقادي أن المقاومة الشعبية هي أثبتت نجاحها في كثير في عدة عوامل، زي ما حصل مثلا لما حطوا البوابات في القدس، يعني كانت المقاومة الشعبية هي الأكثر نجاحا أنهم تراجعوا، وكمان هاي نفس الإشي، يعني هي نوع من المقاومة الشعبية. وأنا في اعتقادي في المرحلة الحالية فقط المقاومة الشعبية ومقاطعة الاحتلال هي اللي بتثمر معها. هي بتفرض قيادة يوميا في الكنيسة عندهم، تفرض أمور على الضفة الغربية مش بس القدس، يعني احنا بنطلع على القدس وبس، لا، إسرائيل اللي بتطلع في قوانين بحق الشهداء اللي هم المحتجزين، وبتطلع في قرارات في الكنيسة لتهويد الضفة الغربية كمان والمستوطنات الغير مشروعة. فإسرائيل بتحاول انها تضم اكبر نسبة سيطرة على الأرض مقابل أنه أنتوا بتطالبوا في الدولة أو أنتوا بدكم دولة بدون أرض. تصور على أغلب أن الوحدة بين الديانتين أو تكاتف الديانات، وعلى أغلب أنه رادع للي بيعمل الكيان الإسرائيلي. الإسرائيلي عمره ما تراجع عن قرارات تراجع نهائي، دائما تراجعاتهم مؤقتة، أكيد راح يلاقوا طرق ثانية أو مداخل ثانية لحتى يفرضوا أشياء ثانية أو يدخلوا لأشياء ثانية. إحنا بالنسبة لنا كشعب فلسطيني بنعاني من الاحتلال، فلازم يعني أي وسيلة بلاقيها للدفاع عن مقدساتنا وعن كنائسنا إنه نحاول قدر الإمكان إنه نجتهد فيها ونقاوم كل الوسائل المشروعة. وطن منحازون للحقيقة.